امنيتين حقيقه. اول امنيه نختم في هالدنيا بالاعمالنا الصالحه والخيره، والامنيه الثانيه ان ربنا يوفق ابنائي. انا عندي 3 بنات وولد، ربنا يوفقهم واشوفهم في اعلى المراتب هالدنيا. كل ما نتمنى احنا ان فلسطين تكون تتحرر ان شاء الله. انا اخوك من اليمن واحب ان تكون فلسطين يعني بعزه وترجع فلسطين زي ما كانت اول، وان شاء الله ربنا التوفيق يا رب. نرجع لرب العالمين وانه بس نظل على الصراط المستقيم ماشيين باذن الله. اكثر من هيك لانه اللي بيكون مع ربه ما بيجي اي حدا عليه بالدنيا، ومهما كان حواليه ظروف صعبه ما دامه مع رب العالمين كله عادي. اني انجح توجيهي عشان اهلي وامي اهم شيء. هلا هي الامنيه على صعيد المهني تمام، انه بتمنى انه تتحرر فلسطين كوني انا فلسطينيه الاصل، ونعيش في استقرار وامان ونعيش حياه فعلا مثل ما احنا بنستحقها. اليوم انا ضيفه بالاردن، ولكن بتمنى انه فلسطين تكون فعلا محرره ونعيش في استقرار وامان. أهل بيتك، إخوانك، عيلتك، أعطيهم من وقتك كثير أكثر من اللي أنت بتعطيهم إياه. ليش؟ لأنه الحياة ما حدا بيهمك أو بفيدك أو بتلاقيه غير أهل بيتك واللي هم الناس اللي قرب منك. لازم ما تثق بأي شخص ولو كان صاحبك من زمن طويل، لأنه إذا بتثق بشخص كثير وزيادة عن اللزوم بأي يوم يمكن يكسرك فيه وعلى أقل سبب، وهذا الاشي بيسبب لك حزن وجرح عميق ولسنوات بدك فترة تتعالج منه. الدرس اللي تعلمته انه ما تثق في احد، ممكن يكون الاهل الاخوان، يكون الصديق، لانه يعني انا خايف يعني من جهتين، ممكن من الاهل ممكن من الصديق. كان عندي شغلات كثيرة طبعا درست بحياتي وكان معي، لما راح اللي معي كله راح الحمد لله رب العالمين. اني احب كل الناس بس ما اثق الا بنفسي. الدرس اللي اخذته في حياتي وما بعيد ولا بنساه اني تجوزت، يا ريت ضليت عزابي وارجع ايامي الشباب. عدم الثقه باي شخص خصوصا